السلام ومرحبا بكم في قناة هواة فاطمة. اليوم سترون معي طريقة ثانية في صنع ليفولوفون. هذه الطريقة سنتحصل على ضعف الكمية بالنسبة للطريقة الأولى، الطريقة القديمة. غادي نحتاج بالنسبة للمكونات، نحتاج فقط العجينة المورقة وحبة بيض. نأخذ كمية من العجينة المورقة نضعها فوق طاولة العمل، نكون رشينها بقليل من الفرينة، وغادي نورق العجينة نتاعنا على سمك 1 سنتيمتر، يعني 10 ملم. ناخذ من بعد قالب دائري، غادي واحد كبير والاخر يكون اصغر منه، الحجم يكون اختياري. وغادي نقوم بتشكيل دوائر بواسطه الاطار الدائري الكبير. غادي نشكلوا جميع العجينه. تقدروا تستعملوا اشكال اخرى مثل اطار مربع او اخر. وبواسطه الاطار الدائري الاصغر غادي نقوم بثقب الدوائر اللي شكلناهم قبيله. ناخذ الان دائره العجينه الصغيره اللي نزعناها من الوسط ونقوم بتوريقها حتى يصبح قطرها يساوي قطر الدائره الكبيره المثقوبه. ندهدو من بعد المساحه بالبيض المخفوق وايضا مساحه الدائره المثقوبه، ونقوم بوضع هذه الاخيره فوق الدائره الاولى، ونأخذ الإطار الدائري الكبير ونعدل به الحبة، ونضع الحبة تاعنا في البلا. بالنسبة لبقايا العجينة نضعهم الواحدة فوق الأخرى، ما لازمش نعجنهم خاطرش إلا عجناهم غادي الفويتاج يروح ما يبقاش. نورقوها أيضا على سمك 1 سنتيمتر ونقوم بتشكيل ليفولوفو بنفس الطريقة السابقة. نضعهم جميعا في البلا، وغادي نوضعوا البلا تاعنا في المجمد لمده ساعه على الاقل باش يلصقوا مليح، ومن بعد غادي نقوم بطهيهم في فرن ساخن على درجه حراره 200 درجه مئويه ما يعادل 400 درجه فرنهايت حتى يتحمروا. الا كانت عندكم اون اوتغري وضعوها مباشره فوق البلا باش لي فولوفون يكون عندهم نفس الحجم، ولا ما كانتش عندكم في نص الطياب تفقدوا لي فولوفون. الا شفتوهم عاليين بزاف هبطوهم بواسطه شوكه او سباتول كبيره. هما لي فولوفون تاعنا راهم جاهزين للاستعمال. كما قلت لكم تقدروا تشكلوا اشكال اخرى مثل مربع شكل قلب او شكل اخر. انتهت وصفه اليوم، نقول لكم مع السلامه والى الوصفه الجايه ان شاء الله.